اسعد اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم في طل جديده وامسي جديده بصحبه طبعا شركه عمر بريك التجاري لضيافه الملكيه. لا تنسوا المكسرات الطازجه واليوميه وكمان القهوه والروكان بالاضافه للشوكولاته المحليه والعالميه، كمان عروض اليوميه والاسبوعيه والشهريه، ولا تنسوا دائما فروع الاربعه في طول كرم وفي نابلس شارع رفيده مقابل سوبر ماركت المتميز. بريك هناك، طلع كل بريك بريك. هناك على الكاميرا كل بريك وصوت على الكاميرا هون 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 بريك 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 يلا بريك بريك. طيب شكرا لك يا بطة عشان نشوفك ثاني مرة وصورك. طيب طيب مشاهدينا متابعينا كملوا معنا مشوارنا ورحلتنا، تعال نسألك. مساء الخير. يلا أول واحد نسألك كيفك؟ الله يرضى عليك. رباح جاموس. أهلا يا رباح، الله يخلي لكم إياها، ما شاء الله عليها. ما شاء الله رباح. احنا مع طبعا شركه عمر بريك التجاريه شارع رفيده مقابل سوبر ماركت المتميزون، بتجاوب تاخذ هديتك مباشره من عندك. اوكي يا سيدي. طيب بدناش. طيب اسمع، من القائل اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء؟ نعم احمد شوقي. ابراهيم توقان. لا في خيارات شو يا بطة؟ مين غششتني لسه؟ لو بعد الافطار بغششك، اما قبل الافطار بروح صيام. اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. الله يرحمه الله يرحمه، في معركه الشجره توفى. فلسطيني هو صح؟ بس راح اسمع عن بالي، استشهد في معركه الشجره، كان استاذ مدرسه. شو اسمه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. والله اسمع راس بعد بالعكس. احنا نقول لك كل عام رمضان كريم. مع مؤسس عمر بريك التجاري لضيافه الملكيه، اسمع، من القائل لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان؟ من هو؟ مين؟ ايش؟ تعال يا سيدي. تعال شوف. لا مش المتنبي، تشوف الزلمه شوف البقاء الرندي. سمعته ما اربعه وقاعد الاندلس. هذا حياك الاندلس يا عين عليك. شو اسمك؟ شادي قادوس. شادي قادوس. طيب هاي مع مؤسسة عمر بريك التجارية لضيافة ملكية شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميزون، تاخذها بتعطيك هدية، شو تحكي له؟ شكرا للجميع. شكرا لك كل عام. مع شركة عمر بريك التجاري ضيف ملكية شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميزون. كل التحيات. أحمد أبو شاهين مخيم بلاطة. أحمد أبو شاهين أهلا فيك. أحمد أحمد عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذ هديتك مباشرة. أوكي يا باشا عشان ما تقولش ما جيتش عندك. لا إن شاء الله إن شاء الله. طيب نعرفها. طب من القائل أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء؟ من هو؟ هذا الشاعر الأردني بس توفى ومش عارف شو اسمه. ما بعرفش إنه عايش ولا متوفى، والله ما بعرف أماني ما بعرف. متوفي أردني. شو اسمه؟ خذ هديتك مباشرة يلا. شو يا سيدي البلد؟ شارع قدر توقان. قدر توقان. شو يا سيدي الشيخ؟ أحمد شوقي. الله أعلم. أحمد شوقي. لا 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 مش أحمد شوقي. شو يا عمو؟ مش بعرف. شغال مش عارف. لحن والله صعب جدا. صعب جدا. سلب الصين. شو هذا يا حبيبي؟ ما أحلاه. شو هالحلو هذا؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ اسمك يا هبال. شو اسمك؟ خلاص. من القائل اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء؟ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب. احنا من مين القائل؟ لا 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 اشكرك. اهلين. قلنا لهم أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، من القائل؟ يعني هي هاي مقولة مشهورة. أحمد شوقي. أحمد شوقي. لا ما لهم متعرف شيء في أحمد شوقي. لا أعرف بعرفش هذا. أحمد شوقي هذا اللي طلع معي. أيوة. طيب كل عام وأنت بخير. إحنا مع شركة عمر بريك التجارية بتجاوب على السؤال بتاخذ هديتك مباشرة. أوكي هدية مريحة، بتعزم عليه مكسرات وبتعزم عليه قهوة. حلو شي مرتب يعني. شو اسمك؟ رامي جبر. رامي جبر؟ طيب رامي اسمع،
أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أي جرة لو تشعرين بحالي؟ من القائل؟ محمود درويش. محمود درويش بعرف شغيره شاعر يعني. شريرو عندك صح؟ واحمد شوقي كمان. احمد شوقي يمكن احمد شوقي. غير السؤال، غير السؤال. اثنين غلط. اثنين غلط. بعرف ايش غير. خلص هذاك انتهى السؤال. محمد طه راحت عن بالي. لك مش هو هذا بيك على السؤال الاول. بيك على السؤال الاول. طب كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. ملكك وحدك. ملكك وحدك ولكن يستخدمه الجميع، ما هو؟ ملك وحده. بيستخدموا الجميع؟ جميع بيستخدموا. اسمي. يا عين عليك. بدكش جملتهم. بدكش جملتهم. جملتك على حالك ولا؟ جملتك على حالك، يلا. ايوه هيك. ها هي على تركيا اقطع شرك انت. هذه وين شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميزون؟ عمر بريك مؤسسة بعطيك مكسرات وشوكولاتة اي شيء بدك. سلمتك. كل عام وانت بخير. انت بخير الله يسلمك. تعالوا معنا مساء الخير. تعالوا هون بس عن الشارع. كيفك؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ كل عام وانت بخير. انت بألف خير. رمضان كريم. انا وين الجميع؟ مقدم. ايوه شو اسمك؟ امير عودي من حواره. اهلا يا امير. اهلا فيك امير. احنا مع شركه عمر بريك التجاريه لضيافه ملكيه شارع رفيده مقابل سوبر ماركت المتميز. نعرفهم من ايام طول كرم. ما شاء الله عنهم. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب اسمع، سهله جدا من صعبه. ما هي الكلمه التي تتكون من 8 أحرف وستجد بها كل الاحرف؟ هاي سهله؟ والله سهلة، والله إنها سهلة. هاي عرف، هاي هي. اسمع منها، اسمع اسمع. كلمة إيش؟ أبجدية. الأبجدية. الأبجدية. الأبجدية مش كل الحروف فيها. صحيح. يا سلام عليك، بتقول لي صعبة؟ لا والله. طيب هاي من شركة عمر بريك التجارية لضيف ملك، شو بتحكي لهم؟ يجعلوا كل عام أنتم بخير، لكم ولجميع الناس، وشكرا جزيلا. شكرا لك حبيبي. حياك الله. شركة عمر بريك التجارية لضيافة ملكية، المكسرات الطازجة واليومية، الشوكولاتات المحلية والعالمية، والقهوة الروكان دائما لضيافة ملكية من شركة عمر بريك التجارية. أشكركم على وجودكم معنا مشاهدينا ومتابعينا، أشكر زملائي من وراء الكاميرا براء عمر خباب الأسمر، ومني أنا منتصر العناني، ودائما من مؤسسة وشركة عمر بريك التجارية، صوما مقبولا، إفطارا هنيئا، وتقبل الله الطاعات. إلى اللقاء.